كيفكم شباب؟ كيف صحتكم؟ معكم تيك تيبس كرافت. اليوم رح فرجيكم كيف بتعملوا اقوى مدفع بيشتغل على التي ان تي. تابعونا. كل اللي منعوزه ريد ستون ديسبنسر تي ان تي، لوح ضغط بريشر، و ليفر كومباريتر، وليفر، وزر. ونعوز كمان سطل مي، ونعوز كمان الفانس. أول شي بتحدد عدد الديسبنسرز اللي بدك تحطهم. أنا رح أعمله بأربع ديسبنسرز. منحط هون الفانس، وبعدها منجيب البريشر. هيدا البريشر منجيبه، عفوا منحطه هون. وهون هيك بهالشكل. هيدا نرجع منجيب هون، منشفت اذا انت على على الكمبيوتر على البي سي، او منركع بالضغط على هاي مرتين. نرجع نجيب هون، منحط متلون، نطلع على عيون، منحط متلون من هون هيك بهالاتجاه، هيدا بالاتجاه مثل هيداك، وهون منكسرون. نرجع نوضع، منحط ريدستون، منحط الكومباريتر، منطلع من هون ريدستون ومن هون بهالشكل هيدا، وإذا بتحب كمان من هون. منحط له ليفر، منعطيها صارت مؤقت مؤقتة. نرجع منحط من هون، مناخد المي عفوا، ومنحطها هون بهالشكل هيدا. نرجع منجيب تي ان تي، ومنحط بقلبن بهالشكل هيدا، ومنرجع تي ان تي كل وحدة. هو أجمل شي إنك تفولن، يعني دمارة أوي كتير. من هون نحط كمان، في هيدا كمان بدنا نحط له، واللي تحت كمان بنحط لهم هالشكل هيدا عفوا. نرجع هون، نرجع هون عفوا بالشكل هيدا. بعد عنا اثنين هون هيك بهالشكل هيدا كمان نفس الشي، وهون هيك. نرجع من نطير هيك، نركع، نحط تي ان تي ريدستون على عيون هيدا الشكل. بنحط من هون اي قطعة، حيلا شي انا حطيت هلا كلي. بنحط من هون هيك، نوصله ومنوصله. شوف يعني دمار هائل، شفتوا من الدمار نايكو نايكو لوان وصل تنتي. هاي أبعد نقطة. إذا بتحبوا إنه ما ينفجر هو بتقلبوهن يعني بهالشكل هيدا.
بهاي الشكل هيدا بتعملون إذا ما بدكن إياه ينفجر هيك، يعني بيكون الأول هو العالي والتاني هو الواطي. طبعا أنا حطيتهم هيك على السرعة، بس يعني إنه بتحطوا حد أرض صديقك بالحرب، حرب البيض هيك كذا، الحروب بيدمر الدنيا وهو بيتدمر. يعني هو أنا بفضل تعملوا طريقة إنه يتدمر هو عشان ما يقدروا يعرفوا شو عملت شو وضعت كذا، يعني بتدمر أثر الجريمة. بتمنى تكونوا استفدتوا معي، ما تنسوا اللايك والسبسكرايب. باي باي.